سيدنا عيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله إلى بني إسرائيل، وهو آخر أنبياء بني إسرائيل. خلقه الله تعالى من غير أب، كما خلق آدم من غير أب وأم. وأمه الولية الطاهرة مريم بنت عمران، أفضل نساء العالمين. لما بلغ عيسى عليه السلام 30 من العمر، أوحى الله إليه أن يدعو الناس إلى عبادة الله، فقام عليه السلام يدعو الناس إلى عبادة الله وحده، وأن لا يشرك به شيئا، وإلى الإيمان به عليه السلام أنه رسول الله، وكان مؤيدا بالمعجزات الدالة على نبوته. فآمن به 12 شخصا يسمون الحواريين، فصاروا يدعون الناس إلى الإسلام العظيم. علمه الله التوراة، وأنزل عليه كتابا سماويا هو الإنجيل، فيه الأمر باتباع محمد عليه الصلاة والسلام إذا ظهر، وفيه الأمر بعبادة الله وحده وأن لا يشرك به شيء، وفيه بيان أحكام شريعته كتحريم الربا وكل ضار للعقل أو البدن وأكل لحم الخنزير، وفيه الأمر بالصلاة والصيام وغير ذلك من أمور الدين.